هنعمل النهاردة أكلة مش معروفة قوي عندنا في مصر بس مشهورة جدا في أسبانيا، اسمها الفيش كيك. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. في بولة هنحط بطاطساية مهروسة، هحط السلمون، نص كوباية كزبرة مفرومة، عصير ليمونة، معلقة عصير جنزبيل، معلقة ملح، معلقة فلفل، ونعجن كل ده مع بعض. وبعد كده هنشكلها أقراص. وبعدين ننزل بيها في الدقيق، وبعدين البيض، وبعدين البقسماط، وبعدين نقليهم في زيت سخن، وهنطلعهم على ورق مطبخ. وكده خلصنا الفيش كيك، ودلوقتي عندك أكلة جديدة من ضمن أكلاتك. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.